انسحاب مرتقب للنقاط التركية من مناطق سيطرة النظام بريف إدلب. انفجار أعداد حالات التسمم من مياه الشرب الملوثة في معظمية الشام، ومشافي النظام تفقد قدرتها على استقبال المصابين. بعد إعادة فحص آلاف الملفات، السلطات الألمانية تلغي طلبات اللجوء لآلاف السوريين. حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب اليوم. أثارت المعلومات المتقاطعة حول عملية انسحاب مرتقبة للقوات التركية من نقاط المراقبة في مناطق سيطرة النظام بريف إدلب العديد من التساؤلات حول توقيتها وهدفها وتداعياتها وسط تفسيرات مختلفة، منها تحدثت عن عملية إعادة انتشار، ومنها أشار إلى أرضية جديدة من التفاهمات التركية والروسية. انسحاب أم إعادة انتشار؟ يختلف تفسير استعداد القوات التركية للتحرك من نقاط مراقبة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب وحما في ظل عدم وجود تصريح رسمي حتى الآن من أنقرة. معلومات متقاطعة أكدها مراسل حلب اليوم حول بدء الجيش التركي تجهيزات إخلاء نقطة المراقبة التاسعة في موريك شمالي حما، على أن تتبعها وبشكل تدريجي عملية سحب ثلاث نقاط تقع ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد، هي شرمغار شمالي حما والصرمان ومعر حطاط جنوبي إدلب. المسؤولون العسكريون والأمنيون الأتراك بحثوا مطولا مع فصائل المعارضة في إدلب نية الجيش التركي سحب النقاط الواقعة تحت سيطرة النظام، وفق ما نقل موقع العربي الجديد عن مصدر عسكري في فيلق الشام الذي يرافق الأرتال التركية في إدلب، إلا أن تركيا لم تعلن حتى اللحظة عن أي من هذه التحركات أو المباحثات. عملية الانسحاب التي وصفها المصدر في فيلق الشام بإعادة التمركز والانتشار ستكون بتراجع النقاط التركية إلى مواقع متقدمة على خطوط التماس مع قوات النظام في جبل الزاوية جنوبي إدلب، وذلك بعد أن وجدت تركيا نقاطها المحاصرة في موقف غير ملائم وبعيدا عن الهدف الرئيس لانتشارها من جهة، ومع الحديث عن نية أنقرة إعادة توزيع قواتها داخل الأراضي السورية بما يتناسب مع المرحلة المقبلة من جهة أخرى. الحديث عن انسحاب النقاط التركية يأتي بعد أسابيع من طلب وفد روسي خلال اجتماع في العاصمة أنقرة بتقليل عدد نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد، الأمر الذي رفضه الوفد التركي، لكنه أبدى مرونة في الحديث عن تخفيض حجم القوات التركية في إدلب وسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة. تزامن ذلك مع إخراج نظام الأسد مظاهرات قرب النقطتين المحاصرتين في الصرمان وموريك بريف حما تطالب بخروج القوات التركية من هذه المناطق. النقاط التركية في منطقة خفض التصعيد شمال سوريا والتي يبلغ عددها 12 نقطة تم تثبيت حدودها بموجب اتفاق سوتشي بين أردوغان وبوتين في أيلول عام 2018، لكن العديد من هذه النقاط أصبحت محاصرة من قبل قوات النظام بعد عملية عسكرية شنتها بدعم الروسي أواخر 2019، وحتى الاتفاق الجديد بين تركيا وروسيا الذي تم التوصل إليه في آذار الماضي. ومع غموض الموقف الرسمي التركي حتى الآن تجاه هذه الخطوة، تبقى التساؤلات في سياق هذه الخطوة وتوقيتها وهدفها وتداعياتها، خاصة على أولئك النازحين الذين يخشون إذا حصل انسحاب النقاط التركية من طي ملف عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها بعدما انتشروا في مخيمات الشمال وسط ظروف صعبة في ظل الكثافة السكانية ونقص فرص العمل والمساعدات. وللمزيد معنا الأستاذ عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات من ولاية غازي عنتاب التركية، إضافة للسيد طه عودة أوغلو الخبير بالشأن التركي معنا من إسطنبول. مرحبا بكما. لو بدأت معك سيد عبد الوهاب، يعني بإجماع معظم المحللين عملية الانسحاب لم تحصل بالقوة، مرجحين حصول تفاهمات ثنائية، ما مدى دقة هذا الطرح؟ يعني بالطبع مثل هذا الإجراء يفترض أن يكون في إطار تفاهمات ثنائية حصلت بين الطرفين، خصوصا وأن هذا المطلب ليس
المرة الأولى التي تدفع نحوه روسيا، فمنذ توقيع مذكرة موسكو أو قبيل أو أثناء توقيع هذه المذكرة كانت موسكو تطالب بانتحاب القوات أو النقاط العسكرية التركية، نقاط المراقبة تحديدا من منطقة خفض التصعيد. طبعا لم تستجب تركيا لأسباب تتعلق بربما الخلاف حول قضايا أخرى غير الانتشار العسكري التركي، أي ضمانات حول مصير المنطقة الأمنة، أو ربما ضمانات أيضا تتعلق بعودة النازحين وملفات مثل مكافحة الإرهاب والعملية السياسية وغيرها. حاليا حين الحديث عن إعادة انتشار العسكري التركي، هذا يقتضي وجود تفاهمات أولية حول مصير منطقة خط التصعيد ومصير إدلب. تركيا لطالما طالبت روسيا بتحويل منطقة خفض التصعيد شمالا أو منطقة عملية درع الربيع تحديدا إلى منطقة آمنة، كانت روسيا بالمقابل تدفع نحو تحويل هذه المنطقة إلى منطقة أمنية وتحديدا شمال الطريق الدولي الانفور، أي دفع تركيا نحو مزيد من التنازلات. لا يبدو أن أنقرة وافقت على ذلك، وحاليا يعني المقابل الذي ربما يمكن الحديث عنه قد يكون عملية عسكرية في مناطق أخرى، قد يكون تنازلات لروسيا في مناطق أخرى أو تعهدات سواء في غرب الفرات أو شرق الفرات، لا سيما وأن هناك في الأصل التزامات سبق أن قدمتها موسكو في المنطقة الأمنة شرق الفرات، وأيضا التزامات قدمتها في تل رفعت لكنها أيضا لم تفي بها أمام الضامن التركي أو أمام شريكها تركيا. حاليا لا يعني حصول تفاهم جديد توصل الطرفين لاتفاق نهائي حول القضايا الخلافية، بما في ذلك أيضا طيب. قضية الانتشار العسكري. نعم، لو انتقلت إليك سيد طه أغلو، يعني باعتقادك ما السبب أو الدوافع المباشرة لإخلاء القوات التركية لنقاطها من مناطق النظام، وما هو التوصيف الأمثل، انسحاب أم إعادة انتشار؟ أستاذ طه عودة أغلو، هل تسمعون؟ إيه نعم. نعم نعم، سمعت السؤال أستاذ. نعم، على الصعيد الرسمي التركي، على الصعيد الرسمي التركي إلى حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تصريحات من قبل أنقرة فيما يتعلق بموضوع الانسحاب. هذه أخطاء تداولت هنا وهناك، ولكن يجب علينا أن نتذكر الاجتماع الذي عقد ما بين الأتراك والروس في أيلول الماضي، ونتذكر جميعا بأن هذه الاجتماعات كانت هناك ضغوط روسية على أنقرة فيما يتعلق بموضوع الانسحاب من تلك النقاط. كانت الموقف التركي واضح جدا، هو عدم الانسحاب من هذه المناطق، وأيضا كان هناك أيضا التركيز على الموضوع، يعني أنقرة ربطت إدلب بموضوع شرق الفرات. ولكن كل هذه الأمور تدفعنا للتساؤل وتدفعنا للرجوع مرة أخرى للاتفاق الذي عقد ما بين أنقرة وموسكو في 5 مارس الماضي. إلى حتى هذه اللحظة هناك أمور غامضة في هذا الاتفاق. أيضا خلال الأسبوعين الماضيين، على الرغم كان أن هناك تحدثنا عن تفاهمات تركية روسية في سرت والجفرة في ليبيا، أيضا صراع دخلت فيه تركيا وروسيا في منطقة القوقاز، كان هناك تصعيد كبير من قبل قوات النظام على الرغم من انشغال كلا الطرفين في تلك المناطق، لأن النظام هو صعد بشكل كبير، وخاصة في المناطق التي تتواجد فيها أو النقاط التركية متواجدة في تلك المنطقة. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ طه عودة أغلو، وأنتقل بسؤال أخير للأستاذ عبد الوهاب عاصي. أستاذ عبد الوهاب، يعني إذا اتجهنا نحو المكاسب التركية، هناك حديث عن صفقة جديدة مفادها الانسحاب من النقاط 3 مقابل سيطرة المعارضة على تل رفعت والقرى 9 المحيطة بها، ما احتمالية هذا أو هذا الموضوع تحديدا؟ يعني يمكن أن يكون هذا الاحتمال واردا، لسيما وأن تركيا طالبت بذلك أو طالبت روسيا بالإفاء بالتزاماتها في قضية تل رفعت وفي منبج، لكن حاليا طالما أنه لا يوجد أي تصريحات رسمية من قبل تركيا أو حتى روسيا، فهذا يعني أن المفاوضات ما تزال مستمرة بين الطرفين،
وأن الإجراءات التنفيذية لم يتم اتخاذها بعد، وبالتالي لا يمكن البت نهائيا حول مصير هذه المنطقة سواء ترفعت أو ما هي التنازلات التي تم تقديمها من كلا الطرفين سواء من روسيا أو حتى من قبل تركيا. عمليا يمكن القول أن روسيا قد فعلا تتجه نحو مثل هذا الإجراء بغرض الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي يميل باتجاه تعزيز التعاون وإعادة التعاون بشكل أوثق مع الولايات المتحدة الأمريكية على حساب العلاقة التي أنشأها مع روسيا في إطار مذكرة تفاهم حميميم التي تم توقيعها في 13 تشرين الأول 2019. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات، كنت معنا من غازيانتاب. ونتابع في نشرتنا حيث أصيب 110 أشخاص في مدينة دارية بريف دمشق الغربي بتسمم بسبب تلوث مياه الشرب، وذلك بعد تسجيل 2600 إصابة ووفاة طفل رضيع في معظمية الشام لنفس السبب بحسب صحيفة الوطن الموالية. وفشل النظام في الحد من أعداد الإصابات بالتسمم رغم إعلانه اتخاذ إجراءات كقطع المياه وتوفيرها عبر صهارج متنقلة، حيث ذكر موقع صوت العاصمة أن الحالات استمرت بالتدفق إلى المراكز الصحية والتي بدورها أعلنت عدم قدرتها على استيعاب المزيد من الحالات منذ عصر أمس الأحد. وللمزيد معنا مروان سيد مراسل قناة حلب اليوم مباشرة من دمشق. مروان، بداية، هل تم تسجيل أي حالات تسمم جديدة وكيف يتعاطى النظام مع هذا الموضوع؟ نعم عمر، في معظمية الشام تم تسجيل ما يزيد عن 1000 حالة تسمم حتى اليوم، بينما تم تسجيل 500 حالة في مدينة دارية، وذلك قبل قرار قطع المياه من قبل حكومة النظام عن المنطقة بشكل كامل. أيضا تم تسجيل حالة وفاة لطفل رضيع يبلغ من العمر 5 أشهر في معظمية الشام بعد غسل رضاعته بمياه ملوثة. طبعا هاتين المدينتين شبكتي المياه والصرف الصحي فيهما تعرضتا لأضرار كبيرة بسبب قصف قوات النظام خلال السنوات القليلة الماضية، ولم تنفذ حكومة النظام بعد السيطرة عليهما أي مشاريع لصيانة هاتين الشبكتين أو تفقدها قبل استخدام من قبل الأهالي. شكرا جزيلا لك مروان السيد مراسل قناة حلب اليوم، كنت معنا من دمشق. لقي مجموعة من ميليشيات لواء فاطميون الأفغاني مصرعها في مدينة البوكمل بريف دير الزور الشرقي إثر غارة جوية للتحالف الدولي وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول التركية. وأوضحت الوكالة أن المقاتلات الحربية استهدفت مركبة عسكرية تابعة للميليشيات المدعومة من إيران، ما أسفر عن مقتل 9 عناصر. بالمقابل لم يصدر أي تعليق رسمي من التحالف حول العملية. ذكر المكتب الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية أن قوات سوات التابعة للقسد وبدعم من التحالف الدولي ألقت القبض على خلية تجسس تابعة لنظام الأسد بريف دير الزور. وأوضح المكتب أن قوات سوات نفذت أمس الأحد عملية في قرية جديدة جدات بريف دير الزور وقبضت على الخلية، حيث كانت تخطط بحسب المركز لتنفيذ هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف الدولي وتسبب بحالة من الفوضى والفلتان الأمنية. شاهدنا نشرتنا مستمرة وفيها أيضا لكن بعد الفاصل. بهدف زيادة الاهتمام بالمهن والحرف التراثية، ناشطون يقيمون معرضا للأشغال اليدوية في مدينة بنش بريف إدلب. We'll be right back.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب اليوم. الغد الحكومة الألمانية طلبت اللجوء الخاصة بألف السوريين وذلك بعد إعادة فحص طلباتهم وتدقيقها من جديد وفقا لما نشره موقع التلفزيون الألمانية. وبحسب المصدر فإن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء أعاد فحص آلاف طلبات اللجوء من بينها 105,000 طلب للاجئين السوريين، حيث قام بعد الفحص بتثبيت 11,912 طلب لجوء وإلغاء طلبات 3,088 سوريا مقابل منحهم حماية ثانوية أو إقامة منع ترحيل، كون ألمانيا تعتبر سوريا بلدا غير آمنة. وفقا للمصدر فإن من أبرز أسباب رفض الطلبات تقديم معلومات أو وثائق مزورة أو تورط صاحب الطلب بجرائم حرب أو جرائم جنائية. للمزيد أيضا حول هذا الموضوع معنا الأستاذ محمد كاظم هنداوي مدير المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان مباشرة من ميونخ، مرحبا بك. السلطات الألمانية فحصت ملفات 105,000 طلب سوري وملفاتهم وثبتت قرابة 11,000 وألغت نحو 3,000، ما مصير ما تبقى من الملفات أيضا؟ أهلا وسهلا فيكم وبالتالي المشاهدين. طبعا نحن هذا الشيء اللي عم نشاهده هو الحكومة الألمانية وقت استقبلت اللاجئين، إذا بنرجع ل 2015 وقالت هي إنه الموضوع استقبال اللاجئين كان على عجلة ولازم إعادة النظر بعدة ملفات، مثل ما شاهدنا إنه في كان بعض الفساد بقبول بعض اللاجئين على أنهم سوريين وطلعوا بالآخر إنه ما هم سوريين. وأنا بزيد للمعلومات حتى يفهموا السادة المشاهدين شو اللي حصل حالياً. إذا بنرجع نحن لتصريحات وزير الداخلية اللي قال فيها أنه المؤيدين لنظام بشار الأسد أنهم لا يستحقوا أنه يظل معاملتهم معاملة اللجوء خصوصا وإذا هو أعلن سيطرته هو حلفاء على كامل الأراضي السورية. طبعا تم إعادة النظر بكثير من الملفات اللي هن بالأساس فيها أشخاص ما ذكروا النظام كذكر هو سبب من أسباب لجوءهم لألمانيا أو لأوروبا، وهذا الشيء اللي شكل حافز عند الحكومة أنه يتسأل لماذا أنت هنا إذا ليس لديك مشاكل مع النظام السوري بعد ما هو انتهك القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وولد أكبر موجة لجوء وهجرة على مستوى العالم أو يمكن على مستوى البشرية. لذلك هذا الموضوع اللي صار حصل أنا بأكد لك هي إعادة الملفات وفتح الملفات هو حق مشروع، وهذا الشيء بيحصل دائما بشكل دوري قبل 6 أشهر من تنتهى أي إقامة لأي لاجئ موجود هون، تم إعادة ملفه بشوفوا إذا الأسباب سقطت، تم تغيير أي شيء على أرض الواقع. طبعا سوريا دولة غير آمنة لتاريخ اللحظة، لكن هذا ما بيمنع أنه حاليا إعادة دراسة الملفات طيب الآن هي غير آمنة، ولكن قلت حضرتك أنه أن هؤلاء أو إن هؤلاء يذهبون ويأتون إلى مناطق النظام. طيب هل هناك تصنيف ما بالنسبة لهؤلاء أنه يتم إعادتهم مثلا؟ وبالنسبة لمن ألغيت طلباتهم هل بإمكانهم التقديم مرة أخرى أو الاستئناف إن صح التعبير؟ على أول نقطة يلي تمت إعادة فتح ملفات، وهذا ما بيعني نهائيا أنه هي طردهم أو ترحيلهم لسوريا. موضوع الترحيل لسوريا هذا أمر آخر يحتاج إلى قرار دولي، قرار أنه إعلان سوريا دولة غير آمنة، دولة آمنة بشكل كامل. لكن أنه سحب الإقامة منهم أو مثل ما بقول تقليص المساعدات أو حرمانهم من بعض مستحقاتهم هذا بإيد الدولة نفسها. إذا رأيت هذا الإنسان هو لا يستحق اللجوء، يعني بمعنى تاني تطفيشه، يعني تعرف أنت بالنهاية إذا أنت ما بحق لك تشتغل وإقامتك هي بمكان تعيس جدا جدا ما إلك شيء حقوق، طبعا أنت لحالك رح تطفش، هو تطفيش يعني. بس بأكد لك أن الموضوع هو يعني أخذ منحة أن هن الفرز بين الأشخاص اللي يستحقون ولا يستحق في ألمانيا وعدم أشخاص. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد كاظم هنداوي مدير المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، كنت معنا من ميونخ. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولا في البيت الأبيض سافر إلى دمشق في وقت سابق من هذا الوقت لعقد
أو لعقد اجتماعات سرية مع نظام الأسد سعيا للإفراج عن مواطنين أمريكيين اثنين على الأقل تعتقد واشنطن أن النظام يحتجزهم. وفي السياق قالت وكالة بلومبيرغ أن مدير عام الأمن اللبناني عباس إبراهيم أجرى محادثات مع مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي روبرت أوراين ومديرة وكالة المخابرات المركزية CIA جينا هاسبل بهدف إطلاق سراح الصحفي الأمريكي أوستن تايسل المختطف في سوريا منذ 8 سنوات. سجلت مختبرات الترصد الوبائي في المناطق المحررة 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 110 إصابات في ريف حلب، ما رفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 2649 إصابة، فيما تم تسجيل 20 حالة شفاء جديدة. وتشهد المناطق المحررة ارتفاعا كبيرا في معدل الإصابات بالفيروس، حيث أعلنت مدينة الباب قبل أيام أعلنت أنها مدينة منكوبة بسبب الانتشار الكبير للفيروس، فيما شهدت إدلب تزايدا في حالات الإصابة، حيث دعا وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة مرام الشيخ إلى ضرورة اتخاذ السلطات في منطقة إدلب إجراءات أكثر جدية لاحتواء الفيروس. بهدف زيادة الاهتمام بالمهن والحرف التراثية، ناشطون يقيمون معرضا للأشغال اليدوية في مدينة بنش بريف إدلب. من تحت الركام خرجنا بشغل أيدينا، معرض للأشغال اليدوية أقيم في مدينة بنش بمشاركة نساء ورجال من مناطق مختلفة بهدف تسليط الضوء على منتجاتهم وزيادة الاهتمام بالمهن والحرف التراثية، فضلا عن السعي لتطوير قدرات الشباب ودمجهم في سوق العمل. تحت الركام خرجنا بشغل أيدينا لنوصل للعالم انه نحن رغم الشيء اللي عشناه فينا نوصل فننا وشغلنا لبرا. معي بالمعرض 15 صبي وشاب، يعني فنانين وفنانات، ومن شغل مختلف ومتنوع، كله شغل ايد. ضم المعرض اشغالا يدويه وصناعات متنوعه من الخشب والجبس والرسم على الزجاج والنقش على الخشب، إضافة لملابس قماشية وصوفية، كما تضمن أشغالا كثيرة ومتنوعة تحاكي ظروف الحرب رغم قلة الإمكانيات والموارد التي يعاني منها المشاركون. طبعا الإنسان لما بيواجه هموم الحياة والضغوطات اللي الحرب اللي نحن فيها بيحاول يدور على شيء يطلع منه من هالضغوطات هاي، فأنا التجأت لهالفن هذا اللي أنا عبمارسه، وهو متنفس لألي ومتنفس لأنه نخرج من هالجو اللي نحن فيه. يحاول أصحاب المهن والحرف اليدوية إثبات قدرتهم على الإبداع والتميز من خلال أشغالهم، آملين أن يجدوا في هذا المعرض فرصة للترويج لبضائعهم أو بيعها للزائرين، باعتبار أن هذه المهن والحرف تعاني تراجعا في الإقبال عليها بعد تدهور الوضع المعيشي للأسر في الشمال السوري. حرفة العجمي هي حرفة دمشقية قديمة، وحبيت شارك بهالمعرض هذا اللي موجودين اللي احنا فيه بسقف مستعار وبعض القطع الدمشقية، من بيناتهم طقم قاعدة، كراسي، لوحات دمشقية، مثلا عندك لوحات مثلا جدارية، آيات قرآنية. أنا بخيط من قديم كثير ومليت من هالمصلحة، بس حبي ضل اشتغل فيها انه احصل على عمل علم تعليم، مشان هاي الأماني بيرقتنا انه علم احنا مشان ما نكتمل. يختزل هذا المعرض آمال الشباب السوريين وطموحاتهم لتطوير مهاراتهم وحرفهم بشكل أفضل. سلوى عبد الرحمن، حلب اليوم، ريف إدلب. عاد مشفى إعزاز الوطني بريف حلب الشمالي للعمل مجددا بعد ترميمه وإصلاحه ليكون بحلته الجديدة مقصدا لآلاف المدنيين من المرضى والمراجعين. بعد أن كان خارج الخدمة لمدة 8 سنوات بسبب تعرضه للقصف والدمار، يعود المشفى الوطني في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي للعمل مجددا بعد ترميمه وإصلاحه، جهود تضافرت ليكون هذا المشفى بحلته الجديدة مقصدا لآلاف المدنيين في المنطقة. وفي عنا تقديم خدمة تقريبا يعني لشيء 15-20 اختصاص أو أكثر شوي،
في عنا أذنية، في عنا عينية، في عنا جراحة عامة، في عنا جراحة قلب، وفي عنا جراحة بولية، وفي عنا داخلية، وعنا قلبية داخلية، وفي عنا جراحة عصبية، وفي عنا داخلية عصبية. يضم المشفى العديد من الأقسام، منها العناية المشددة وقسم الحواضن وقسم الأطفال وقسم النسائية وقسم الداخلية وقسم الإسعاف، بالإضافة لقسم جديد افتتح حديثا للكشف عن فيروس كورونا. كما يحتوي المشفى بشكل عام على أكثر من 100 سرير. بالناحية للأطباء والممرضين المشفى كتير كويس، معاملة فيه كتير ممتازة، يعني كانت حي الله إحالة بدها مريضة كان يحولوها على تركيا، هلا صار عندنا مشفى الحمد لله، يعني صارت العالم عم تتداوى هون تتعالج هون. المشفى يعني عم يتسع لكل المنطقة، وفي عمليات جراحية كانت ما تزبط غير بتركيا، هلا هون عم يشتغلوها والحمد لله رب العالمين، يعني الوضع كتير كويس فيه. والله الخدمات كتير كتير ممتازة، يعني الحمد لله، يعني فضل الله، يعني إنه المشفى بدايته الحمد لله كتير كتير كويس، فهمت علي شلون؟ ونحن يعني وخصوصا قسم الإسعاف، يعني أول ما بيجي المريض فهمت علي شلون بسرعة يعني بيهتموا فيه كتير، فهمت علي شلون؟ وفي عندك باقية الأقسام جوا، يعني كتير كتير كويس الوضع. يستقبل المشفى مئات الحالات بشكل يومي من مرضى ومراجعين، وذلك بسبب رفده بكوادر طبية متخصصة وذات كفاءات عالية ومن كافة الاختصاصات، فضلا عن تقديمه للمعالجات والمعاينات بشكل مجاني. نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني حلب تي في دوت نت. دمتم برعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.